حبيبتي تقديرا تقديرا، قديش بدك وقت لحتى تخلصي مكياج؟ لا تبلش نقفوق راسي مثل عوايدك، عطيني وقتي. لا لا خدي وقتك خدي وقتك، ما عم بضغط عليكي، انا بس خايف نتاخر على السهره، بس يعني تقديرك للوقت قديش؟ بدي ربع ساعة مكياج وخمس دقايق تركيب رموش. ربع ساعة مكياج وخمس دقايق تركيب رموش، ماشي ماشي اوكي. أهلين عدول، كيفك حبيبي؟ لا والله معزومين على سهرة اليوم. شلون؟ إمتى توفى؟ نعم على هالخبرية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله زعلتني كتير. وين العزاء؟ آه؟ إيه قريب علي قريب علي. إيه؟ لا لا بلحق بلحق، معي شوية وقت، لاقيلي على كعب البناية. يلا يلا يلا، مع السلامة. عظم الله أجرك، شكر الله يرحمك، الله يرحمهم. خطف خطف، والله زعلت عليه من قلبي. زلمة كنا عدنا شوي تانية، بتونسوا فينا أهله. والله ما بحسن، ما معي وقت، هلا بتكون بلشت بتلزيق الرموش. شو؟ لا لا ما في شيء، بنحكي بنحكي. أهلين مرهف، شلونك؟ لا والله بس عنا سهرة اليوم. ايه ايه شلون شلون؟ عم تتجوز على مرتك وبالسر؟ بشرفي انك بطل. ايه هلأ بدي دبر لك شاهد. منين بدي دبر لك شاهد؟ طيب طيب ماشي ماشي، لا لا يمكن معي شوية وقت بالحق. يلا جايك جايك يا بطل. تفضل سيد وسام، الشاهد الأول وقع له. على راسي. السيد فتحي إذا بتريد شاهد ثاني وقع له. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا عريس. يبارك فيك. ألف مبروك يا عروس. يبارك فيكم. أنا لازم أمشي. لوين؟ بدك تاكل المحلاية تبعك شرف. تفضل سيد فتحي تفضل. يمكن معي شوية وقت ناكل المحلاية. تفضل أستاذ تفضل. ماشي. شكرا. شو حبيبتي مطولة؟ لسه بدك وقت؟ وسام عم لزق الرموش، خليني مركزة، خمس دقايق بكون جاهزة. لا لا خلص ركزي ركزي، أنا لحالي والله هيك توقعت إنك بلشتي بتلزق الرموش. الو اهلين ابو صعيب. شو لك؟ شو اخذك على قسم الشرطه؟ يخرب بيتك شو مشكلجي. لا 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 ولا يهمك، يلا بيجي 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 ولا يهمك، يلا مع السلامه. يعني منيح يا استاذ وسام انه صارت هالمشكله لحتى شرفنا وشفناك، وبالنسبه للشاب رح نخلي سبيله فورا بما انك تعرفت عليه. الله يخليك، شكرا، كتر خيركم سياده الملازم. بس نضيلي هون من عيوني. ها هاي مضاقتي. أيوة. الله معكم. شرف. مع السلامة. شكرا. سلام أستاذ وسام. أنا جاهزة حياتي، تأخرت عليك؟ لا لا أبداً، عالترم. إيه لكن خلينا نمشي مشان ما نتأخر على السهرة. يلا شرفي. بس حبة الضغط نسيتها، ممكن جيبها؟ يا الله دائماً تعمل هيك، يعني ضروري هلأ تأخرنا، كنت خدها قبل بوقت.
بالفعل الله لا يعطيني العافية شو بأخر أنا.